صبحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في هذا اليوم الجميل اللي نستقبله بفعالية عزيزة على قلب كل صحفي وإعلامي في أرض مملكتنا الغالية مملكة البحرين اليوم، وتحت الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، يقام بعد قليل الاحتفال بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها الثامنة. مشاهدينا، اللي يميز الجائزة هذه المرة المنافسة القوية اللي شهدتها بين المتقدمين لها، فقد بلغ عدد المتنافسين في مجالات الجائزة 533 عمل صحفي، وهذا الشيء يؤكد دور الجائزة الكبير في دعم الصحافة والعمل الصحفي في مملكتنا الغالية مملكة البحرين اللي كان لها السبق في هذا المجال من بدايات القرن الماضي على يد الأديب عبد الله الزايد. مشاهدينا، اكيد يسعدنا واحنا معاكم الحين يكون معانا على الهواء مباشره مراسلنا الزميل محمد العالي في لقاء مباشر من مكان الاحتفال اللي هو فندق الفور سيزن. ننتقل لك زميلنا محمد وخبرنا عن اجواء الاحتفال هناك. تفضل يا محمد. صبحك الله بالخير زميلتي عائشة، صبح عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين، مشاهدين برنامج شمس البحرين. أكيد الأجواء جميلة، إحنا اليوم متواجدين في فندق الفور سيزن لتغطية احتفال جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، واللي تقام تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ومثل ما قلتي زميلتي عائشة، أكيد المنافسة قوية هذا العام، حيث بلغت نسبة المشاركات 533 عمل صحفي مشاركين في مسابقة هذا العام. ومثل ما تشوفون من خلفي، بدأوا الحضور بالوصول إلى قاعة الحفل، شخصيات كبيرة متواجدة، شخصيات إعلامية بارزة أيضا متواجدة، وكبار المدعوين بدأوا بالوصول تقريبا قبل ساعة من انطلاق الحفل. بنرجع لك بلقاءات عائشة، بس الحين عودة لك في الاستديو. شكرا لك يا محمد، واكيد ان شاء الله اذا سعانا الوقت نرجع لك اكيد بضيوف مميزين من هذا الحفل المميز اللي مثل ما قلنا عزيز على قلوبنا جميعا. مشاهدينا، ننتقل الى موضوع اخر، ومثل ما تعرفون احنا في فصل الصيف، ومن الضروري ان للرياضيين زياده كميات السوائل في الجسم على طول فترات اليوم لتجنب بعض المضاعفات. فللحديث أكثر عن الموضوع، أكيد يسعدنا أن احنا نرحب بضيفنا في الاستديو المدرب محمد ضاحي. صباحك الله بالخير وحياك الله ويانا، نورتنا كابتن. نوركم. كابتن، يعني مثل ما ذكرت أن في فصل الصيف من الضروري خصوصا للي يمارسون الرياضة أنهم يزيدون من كميات السوائل في جسمهم، خبرنا عن مدى أهمية زيادة السوائل في جسم الرياضيين بالتحديد وأي شخص بشكل عام. طبعا أي شخص بشكل عام لازم يهتم بموضوع الهايدريشن، الترطيب، لأنه بيساعد الجسم بشكل عام أن يمارس وظائفه الطبيعية بشكل أحسن. الجسم بيكون فيه طاقة أكثر، صحة الكبد بتكون أحسن، صحة الكلية بتكون أحسن، ما بتحس بإرهاق، خصوصا عندنا هنا جونا في البحرين ما شاء الله حر والرطوبة، ففي الصيف لازم يكون تركيزك كرياضي أو شخص عادي تمارس أمورك الطبيعية برا البيت، لازم تهتم بموضوع الترطيب. حلو، نهتم بموضوع الترطيب مثل ما ذكرت كابتن، شلون نرطب جسمنا؟ من تذكر موضوع الترطيب او الهايدريشن، اول شيء يجي على بال الشخص الماي، وهذا شيء صح بالضبط. لازم تشرب ماي انت طول اليوم، بس الغلطه الشائعه اللي تصير على الناس مثلا حاط في بالهم اوكي لازم خلص لترين او 3 لتر ماي في اليوم، مو مشكله، بس اذا انت مره واحده شربت لتر كامل او 700 ملي مره واحده، بتشوف روحك قاعد تطلع هاي الماي عقب، ما بيصير هايدريشن. الهايدريشن انه شنو، او عمليه الترطيب هي شلون اخلي السوائل داخل الجسم. فايضا شيء بيساعدك ان تخلي السوائل داخل الجسم اللي هو
الأملاح، ففي أملاح وايد مهمة لازم نركز عليها، المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم. طبعا الصوديوم هو ملح الطعام وأزج الناس يخافون منه، صوديوم ملح بشكل عام، فتقول لا أنا ما باخذ ملح بيرفع الضغط ولا غيره، لا الملح شغلته أنه يرطب الجسم. أنت حتى لو واحد يعرق طعم العرق يكون فيه طعم ملح، لأن هاي المعدن اللي يكون داخل الجسم، فلازم يكون فيه بالانس ما بين الملح وما بين اللي هو الصوديوم وما بين البوتاسيوم. الصوديوم يخلي الماء داخل الخلايا، سوري الصوديوم يخلي الماء برا الخلايا، والبوتاسيوم يخلي الماء داخل الخلايا، فانت تبي بالانس ما بين الماء داخل وبرا الخلايا. يعني على ذي الطاري كابتن، دائما نسمع يعني هاي يمكن خطا شائع بين المجتمع، يقولون ان اذا اكلتوا ملح وايد السوائل في الجسم تنحبس ما تطلع. بالضبط هذا يختلف من سيناريو لسيناريو. نفس ما قلنا الحين خلينا نتحكي عن الاشخاص والرياضيين في البحرين، انت على طول قاعد تعرق، فاصلا ما يمديك تحبس الصوديوم داخل الجسم، عرفتين؟ فالصوديوم مهم. وناس ثانيين يقول لك لا انا ما بكثر صوديوم لانه يرفع الضغط، عندك مشاكل في طاقه الدم اوكي تخف الصوديوم، لكن اذا انت شخص طبيعي تمارس رياضه، خصوصا عندنا نفس ما ذكرنا في الحلقات السابقه اغلب الشعب يمارس الرياضات برا، مشي في الممشى، فيعرق بكميات هائله، فلازم تركز بانك تخلي الملح في اكلك او حتى في السائل اللي تشربه اثناء الرياضه، سواء كان ماي او مشروب كارب او ايا كان. على طاري السائل، دائما يقول لك اذا فقدت سوائل في جسمك اخذ لك الاملاح هذه اللي يبيعونها في الصيدليه. بالضبط. فهل ممكن ان على الرياضيين ان هم يشربون لهم مثلا واحد او اثنين كتعويض؟ بالضبط صح. شوف انت قلتينا، لان عشان اول سنة ناخذ هالسائل اسمه املاح. املاح شنو؟ يعني ملح. ايه في ملح، هاي سائل الاملاح سواء ما كان اي شركه بيكون فيه صوديوم، بيكون فيه بوتاسيوم، بيكون فيه مغنيسيوم. فالشخص الرياضي لازم يحتاج الاملاح يعوض، واذا هو شخص رياضي يمارس رياضات شده عاليه مو بس يحتاج املاح، يحتاج الكربوهيدرات. فالسكر ايضا للناس يخافون منه، السكر انت تحتاجه اثناء تمارين عاليه الشده وطويله المده عشان تعوض السوائل في جسمك. حلو، ذكرنا ان اغلب الشعب في مملكتنا الغاليه مملكه البحرين يحبون يسوون رياضه في الهواء الطلق. بالضبط. سواء كان في الصيف او في الشتاء يحبون يطلعون برا يسوون رياضه، مشي، جري، هروله، سياكل بعد. بالضبط. فمدى اهميه اثناء ممارسة الرياضة ترطيب الجسم كابتن، وهل في طريقة صحيحة؟ يعني مثلا يشربون بين، يعني مثلا كل نص ساعة أو كل فترة أو قبل أو بعد، خبرنا. إيه طبعا كل واحد على اللي يناسبه، مثلا أنا شخصيا أشرب مثلا كمية سوائل عالية قبل ما أتمرن، فلأن أتمرن ما أحب مثلا أشرب ماي وايد، أحس روحي أنتفخ وما أقدر أأدي، فعلى قولتهم أمزمز في الماي بس أشرب خفيف، عرفتي؟ في ناس لا، اللي يقدر أثناء خصوصا هاي بلا تدريب، خصوصا حق لاعبين الترايثلون والماراثونات، هاي يسوون لهم تدريب خاص على هالموضوع، ان عنده جيل يكون فيه كربوهيدرات واملاح، فهو كل 5 دقائق كل 10 دقائق قاعد يشرب منه لين ما يكمل في الساعه تقريبا جيل كامل. فهاي حق الرياضه البروفيشنال. اما انا انصحك كشخص تمارس رياضه طبيعيه برا حق روحك، او قاعد تبني هالموضوع انك تسوي رياضات برا، انت خلي الكنترول عندك. في البدايه مثلا كل 10 دقائق شرب ماء، تحس صعب قاعد تنتفخ، خلها كل نص ساعه. ساعات انت شنو مثلا، في ناس يقول لك ناخذ يتمشى نص ساعه ياخذ 5 دقائق بريك، ففعل 5 دقائق بريك وانت قاعد، او سوي تمارين مقاومه تشرب فيها اللي تقدر عليه، لما تحس روحك انك منتفخ ما تقدر تواصل الرياضه عقب. فهاي احسن سيناريو الكل يقدر يطبقه ويستفيد منه، بدل مثلا ما نحط انه استريوتوب واحد، يعني اوكي اشرب كل 5 دقائق بحس روحك اوكي كل 5 دقائق لازم اشرب ماي، لازم اشرب ماي، بحس روحي بعدين اصلا يمكن ما قاعد يناسب الموضوع، ما عنده تحمل حق الموضوع اني اشرب ماي. صراحه موضوع جدا مهم، ويا رب ان احنا افدنا الساده المشاهدين، لان مثل ما ذكرنا الشعب يحب يسوي رياضه في الهواء الطلق، ويحتاج الواحد بعض الاملاح، بعض السوائل علشان يرطب جسمه. شكرا لك كابتن. شكرا لك. ما قصرتون على الصوت. شكرا لك. مشاهدينا ننتقل لزميلنا محمد العالي المتواجد حاليا في الفور سيزن، لينقل لنا أحداث جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها 8. حياك الله يا محمد، وخبرنا عن الأجواء والضيوف اللي عندك. أرحب فيك عايشة من جديد، وأرحب في السادة المشاهدين. معاي شخصية علومية بارزة
في مملكة البحرين الأستاذ مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد. نرحب فيك معنا. صباحك بالخير يا هلا بيك. في البداية كلمنا ماذا تعني لكم هاي الجائزة؟ طبعا هذا الجائزة تعني الكثير لكل صحفي ولكل مؤسسة صحفية في البحرين. هذه الجائزة احنا نتطلع لها لكل سنة، لأن هي نعتبر هي التقدير والحافز لكل صحفي يقدم أحسن ما عنده. شنو أضافت هاي الجائزة للصحافة البحرينية بشكل عام؟ طبعا هذه الجائزة خلت الصحافة البحرينية تأخذ وضعها الطبيعي، إن هناك إبداعات صحفية محلية بين البحرينيين، وهذه الجائزة خلقت الحافز أيضا والتنافس بين الصحفيين لتقديم أفضل ما عندهم. في ظل هاي التحديات اللي تواجهها الصحافة في العالم بشكل يعني نقول بشكل عام، شنو أنت وتخطيطاتكم لتفادي هاي يعني؟ احنا ما نستطيع نقول التفادي، احنا لازم نواكب هذا التقدم في الصحافة او تعدد الوسائل المنصات الرقمية في الصحافة، وانا اعتقد احنا صحيفة البلاد او اي صحيفة محلية مواكبة هذا الموضوع، ويجب ان نكون دائما عيننا على التطور على اساس احنا نكون جزء من هذا العالم خلينا نقول الالكتروني في الصحافة. تطلعاتكم للصحافة البحرينية؟ تطلعاتنا اتمنى لها دائما التقدم والازدهار. هذه الصحافة وطنية لها تاريخ جميل ومشرف، فاحنا يجب احنا بهالجيل في الصحافي يعني الجيل الحالي يجب احنا نحافظ على ما بناه الاباء في الصحافه، ونقدم الجديد ونكون احنا حاضرين في الصحافه، ونكون ايضا وجه المشرق لمملكه البحرين في هذا العالم المحيط بنا الذي فيه الكثير من خلينا نقول الغير مستقر نوعا ما. شكرا لك على تواجدك معنا. شكرا تحياتي لك. تحياتي. الف عافيه. شكرا لك. مشاهدينا مثل ما شفنا وياكم الاستاذ مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفه البلاد كان معنا في لقاء، واكيد بنرجع لك عائشه في لقاءات ثانيه مع شخصيات اعلاميه مختلفه. عوده لك في الاستديو عائشه. شكرا لك يا محمد، وتحية خاصة لضيفك الكريم الأستاذ مؤنس المردي العريق في مجال الصحافة، وله باع طويل في هذا المجال وتدرب على يد الكثير من الصحفيين والصحفيات. مشاهدينا ننتقل لموضوع آخر متعلق بالصيف. أيضا في فصل الصيف لابد من الاعتناء بالأغذية بشكل خاص يتماشى مع ظروف الجو والحرارة الشديدة، فكيف ممكن نحافظ على الأطعمة اللي ناكلها؟ خلونا نشوف هذا التقرير. الحفاظ على الأغذية في فصل الصيف يتطلب اتباع مجموعة من الإرشادات لضمان سلامتها وتجنب التسمم الغذائي. إليك بعض النصائح الهامة: التبريد الفوري، احفظ الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة عند درجة حرارة 4 درجات مئوية أو أقل. تجنب ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين وفي الجو الحار أعلى من 32 درجة مئوية. لا تترك الطعام لأكثر من ساعة. التجميد الصحيح، جمد الأطعمة التي لا تستهلك على الفور عند درجة حرارة 18 درجة مئوية أو أقل. قسم الأطعمة إلى حصص صغيرة قبل تجميدها لتسهيل عملية الذوبان والاستخدام لاحقاً. التعامل الآمن مع الأطعمة، اغسل يديك جيداً بالماء والصابون قبل التعامل مع الطعام وبعد التعامل مع اللحوم النيئة. استخدم أدوات تقطيع مختلفة للحوم النيئة والخضروات والفواكه لتجنب التلوث المتبادل. الطهي الجيد، تأكد من طهي اللحوم والدواجن جيداً حتى تصل إلى درجة الحرارة الداخلية الآمنة الموصى بها. استخدم ميزان حرارة الطعام للتحقق من درجة الحرارة الداخلية للطعام. تجنب التلوث المتبادل، احفظ اللحوم النيئة في أوعية مغلقة في الثلاجة لمنع تسرب السوائل منها إلى الأطعمة. نظف وطهر الأسطح التي تلامس الأطعمة النيئة بانتظام. التخزين الصحيح، احفظ الأطعمة في حاويات محكمة الإغلاق لمنع التلوث والحفاظ على جودتها. احفظ الفواكه والخضروات في الأدراج المخصصة لها في الثلاجة للحفاظ على نضارتها.
المشروبات. احفظ المشروبات الباردة في الثلاجة وتجنب تركها في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة. استخدم مياه الشرب المعبأة أو المغلية والمبردة عند السفر أو في الأماكن التي قد تكون مياهها غير آمنة. التوعية: علم أفراد الأسرة بأهمية الحفاظ على سلامة الغذاء واتباع الإجراءات الصحية السليمة. شارك في حملات التوعية المجتمعية حول سلامة الأغذية وطرق الحفاظ عليها. باتباع هذه النصائح يمكنك الحفاظ على سلامة الأغذية والوقاية من التسمم الغذائي خلال فصل الصيف. أكيد مشاهدينا، وفعلا خلال فصل الصيف هناك شروط وأمور معينة يجب علينا اتباعها عشان نحافظ على بعض الأطعمة من الأمراض اللي ممكن تنتقل لها أو تصيبنا إذا كلناها. مشاهدينا أكيد راح نواصل في هذا الموضوع المهم اللي هو موضوع الأطعمة وسلامة الأطعمة، ولكن نرجع للزميل محمد العالي المتواجد في فندق الفور سيزن لتغطية أحداث جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها الثامنة لعام 2024. حياك الله مرة ثانية يا محمد. أرحب فيك مرة ثالثة زميلتي عائشة، واليوم الحين متواجد معاي الأستاذ راشد الحمر رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة الأيام. أرحب فيك معنا أستاذ راشد في البداية. أخوي سعيد أكون معكم اليوم في هذا اليوم الجميل، يوم جائزة الصحافة، جائزة سمو رئيس الوزراء للصحافة البحرينية. كلمني عن أهمية هذه الجائزة للصحافة البحرينية. السنة هذه الجائزة تتميز بأشياء كثيرة تزامنها مع اليوبيل الفضي لسيدي حضرة صاحب الجلالة. عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة شهد يعني قفزات متطورة في عالم الصحافة، والصحافة واكبت هذه التطورات منذ اليوم الأول، وثقت هذه المنجزات، وكان لها دور مهم، وهي ركن من أركان الأساسية للمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك. وهالجائزة تحمل معاني كبيرة لكل الصحفيين البحرينيين، في طياتها معاني مهمة، تحمل اسم سمو رئيس الوزراء، يتنافس عليها زملاء في أكثر من يمكن 300 أو 400 مشاركة، فئات متعددة. السنة شهدت تطور كبير، دخلت فئات جديدة، وتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله في المشاركين، ونترقب إعلان نتائج هذه الجائزة إن شاء الله. ما مردود هذه الجائزة للجسم الصحافي؟ مردودها معنوي ومردودها كبير عند كل صحفي يتطلع إلى شرف اللقب، شرف حصوله على جائزة سمو رئيس الوزراء للصحافة. أعتقد أنه يأثر تأثير كبير في جسم الصحفي ليبذلون المزيد في عملهم الصحفي ليحظون بشرف لقب هذه الجائزة. نقول في ظل التحديات اللي تواجهها الصحافة في العالم، شنو دوركم في مواكبة هاي التحديات؟ البحرين تتميز بصحافة يعني متطورة، قدرت أن تخلق نفسها وتواكب جميع التطورات الإلكترونية، وقراء القارئ البحريني أيضا صار يعني مو فقط قارئ، صار مشاهد ومستمع، صار يتمتع بجميع الوسائل الحديثة، صار متذوق للخبر. فيعني أعتقد صحفنا قدرت أنها تطور نفسها، أن تواكب كل العمليات اللي شفناها في العالم، وبالعكس خلقت طابع خاص فيها، وإن شاء الله مستقبلها زاهر إن شاء الله. يعني تقول لي خططكم أنتم المستقبلية كصحيفة؟ خططنا كثيرة إن شاء الله، ونوعد مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا بالكثير في مفاجآت قادمة إن شاء الله، ونترقب الفائزين بالجائزة إن شاء الله. أنا أسعدني تواجدك معنا اليوم في هذا اللقاء. أسعدني أكثر، مشكور أخوي، الله يسلمك، شكرا. عافية. مشاهدينا شفنا معاكم الأستاذ راشد الحمر رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة الأيام، ومثل ما شفتوا الحين باقي لنا تقريبا نصف ساعة أو أقل على انطلاق الحفل، وبدأوا المدعوين والشخصيات بالوصول إلى موقع الحفل. عودة لك في الاستديو عائشة. شكرا لك يا محمد، وشكرا لضيفك الكريم الأستاذ راشد الحمر، يعطيكم ألف عافية.
مشاهدينا مثل ما ذكرت نرجع ونواصل حديثنا حول موضوع الأغذية. فلوزارة الصحة جهود حثيثة في موضوع الحفاظ على الأغذية والتفتيش بشكل دوري على المطاعم وأيضا مراكز التسوق والتأكد من سلامة حفظ الأغذية. فأكيد للحديث حول هذا الموضوع معنا اليوم في الاستديو الأستاذة نجود خليفة المقهوي، رئيس مجموعة سلامة الأغذية المستوردة بقسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة. صباحك الله بالخير وحياك الله، نورتينا. الله يحييك اختي عائشة، الله يحفظك. وفعلا جهود حثيثة تقومون فيها لسلامة الأغذية والمراقبة قبل سلامة الأغذية سواء في الأسواق وغيرها من الأماكن اللي تباع فيها هذه الأغذية. لو نتكلم عن قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة والجهود اللي يقوم فيها. طبعا أشكركم على الاستضافة اليوم، وهذه الموضوع طبعا وايد مهم ويتكرر في فصل الصيف، يعني خاصة جهود مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة جهود جبارة واقعا، بحيث أن نضمن سلامة وجودة الأغذية المقدمة حق المستهلك، من ناحية طبعا اللي هو أن نطابقها بالمواصفات والمقاييس والقوانين الدولية والمحلية، بالإضافة إلى مثلا نسوي تحاليل مخبرية أيضا لنتأكد أن الأغذية طبعا خالية من اللي هو الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية. حلو جميل. وزارة الصحة أكيد تقوم بجهود كبيرة ومشكورة على هذه الجهود للحفاظ على سلامة الأغذية الموجودة في الأسواق. نبي نتكلم عن هذه الجهود أستاذة. مثل ما تفضلتوا طبعا قبلنا، يعني على أساس أن الموظفين والأخصائيات والأخصائيين المتوافرين المتواجدين، تعرفين طبعا عدد المحلات والمطاعم كثير في البحرين، فهاي الجهود مثل ما تفضلتي جبارة، بحيث أن يتم معاينة اللي هو أو اللي هو تفتيش المطاعم، تفتيش اللي هو مراكز البيع، هذه الأماكن كلها يتم تفتيشها، وأي مخالفات طبعا يتم مثلا يعني في إجراءات تتخذ في حقهم، يعني على أساس شنو تفادي اللي هو أي تسممات غذائية، لتفادي أي أشياء مستقبلية بعد. ذكرتي هناك تفتيش، واحنا نبي نتكلم عن الحملات التفتيشية اللي تقومون فيها. في حملات اكيد، في حملات دورية وتتكثف في فصل الصيف خاصة. هاي الحملات تكون طبعا بالتعاون مع جهات رقابية عدة، كل واحد طبعا ياخذ اجراءاته، ومن ضمنهم طبعا وزارة الصحة اللي هو بقسم مراقبة الأغذية. فيتم في حملات كامل، بحيث انه بعد حتى نركز احنا على توعية حتى اللي هو العمال اللي موجودين في المطاعم، يعني مو بهدفنا فقط انه بس اصدار مخالفات، لا، الهدف الاساسي اللي هو حتى توعية اللي هو العمال الموجودين ايضا. طيب كيف يتم التعامل مع المخالفات ان وجدت؟ المخالفات يعتمد على حسب، يعني اذا كانت مخالفات جسيمه خل اقول وتسبب تؤدي الى تسمم غذائي، او على سبيل المثال حدث تسمم غذائي، هذه ممكن على طول يصير غلق حق المحل، اصدار محاضر حق النيابه حتى، يعني واذا كانت مثلا مخالفات بسيطه او شيء ممكن يعطى مهله حق تصليح المخالفات، اذا ما سواهم بعد ينكتب له محضر حق النيابه ومحاضر ويتم استدعائه، يعني على اساس انه يشوفون شنو الوضع اللي قاعد حاصل عندهم. ذكرتي استاذه من خلال حديثك الكريم انه يعني ايضا هناك توعيه للعمال، يعني تقومون بتوعيتهم، احنا نبي نتكلم عن هذا الجانب لانه هو فعلا جانب مهم، وايضا خلينا نقول الارشادات اللي تقدمونها. بالنسبة حق توعية العاملين، يعني طبعا هذه وفحصهم وكل شيء، فأنت لما بتروحين تفتشين المحل طبعا أكيد العامل فيه يعني يونس من جنسيات مختلفة، صحيح، فهذه إحدى التحديات اللي نواجهها، بحيث أنه يونس من جنسيات ما يتفاهمون مثلا بلغات مختلفة، فأنت يعني شنو لازم، طبعا أنا سويت دليل مصور قبل على أساس أن الصورة عن ألف كلمة بالضبط، إيه، فهاي الدليل كنا يعني أنا أعطيهم الدليل وأراويهم ترى هذه مثلا النظافة هذه صح، هذه غلط، هذه الشيء يسوونه، هاي الشيء ما يسوونه، يلبسوا مثلا الكاب عليهم، الجلوفز، بس الجلوفز طبعا احنا ما نشجع بعد وايد الجلوفز، لان في بعضهم تعرفون يعني الجلوفز بيستعمله في اكثر من شيء، اهم شيء نظافة اليد، اهم شيء نظافة اليدين يعني. حلو، طيب استاذة لو احد الجمهور شاف مثلا محل مخالف سوق يبيع مثلا لا سمح الله خضرة فيها خلل او خرابة، كيف يتم التبليغ؟ الحين صاير الوضع اسهل يعني، وبالعكس احنا نشجع الجمهور انه يبلغ على هاي المخالفات،
عبارة يعني نحن نشجع شراكة المجتمعية يعني. فممكن عندهم أكثر من وسيلة، مثلا تواصل عندهم اللي هو ممكن الحضور الشخصي، ممكن اللي هو حتى عن طريق الخط الساخن، وفي أو تلفون المكتب هناك في إدارة الصحة العامة، فهذه بإمكانهم يعني. بس هو تواصل يعني هو اللي صاير أكثر الحين يستعملونه يعني. بالضبط، وتتم الاستجابة بشكل طبعاً أسرع. طبعا إيه، استجابة بشكل يعني سريع، ويروحون المحل ويعينونه ويشوفون يعني فحوى الشكوى شنو صار يعني. أستاذة نجود، طبعا جهودكم كبيرة وواضحة للعيان وواضحة للجمهور، وإحنا نشكركم على هذا المجهود الكبير اللي تقومون فيه في سبيل صحة وسلامة المجتمع. شكراً لك. العافية، الله يسلمك. شكراً لك. مشاهدينا، ننتقل لموضوع جميل خفيف عن الكروشيه، والكروشيه هو فن يعتمد على استخدام خيوط متعددة لصنع أشكال وأنماط مختلفة بواسطة إبرة الكروشيه، حيث يعد الكروشيه من الفنون اليدوية التقليدية اللي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، ويتميز بقدرته على إنشاء أعمال فنية متنوعة ومفعمة بالإبداع والجمال. خلونا نتابع هذا التقرير عن الكروشيه ونرجع لكم من جديد. الكروشيه هو فن يدوي يعتمد على استخدام خيوط متعددة وإبرة كروشيه لصنع أشكال متنوعة من النسيج. يعد الكروشيه فناً تقليدياً ذا أصول قديمة وشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن استخدامه لخلق أعمال فنية تشمل الملابس والإكسسوارات. تعود أصول الكروشيه إلى العصور القديمة، حيث كانت تستخدم تقنيات الحياكة البسيطة لإنتاج ملابس وأغطية، ويمكن استخدام الكروشيه في صنع مجموعة واسعة من المنتجات مثل الأوشحة والقبعات والسترات والإكسسوارات مثل الحقائب والأحذية والديكور المنزلي مثل الأغطية والوسائد والمفارش. يعد الكروشيه جزءاً من التراث الثقافي للعديد من الثقافات حول العالم، حيث يعكس المهارات اليدوية والتقليدية ويعزز التواصل المباشر والتبادل الثقافي. ويعتبر الكروشيه فناً رائعاً يمزج بين المهارة الفنية والإبداع الشخصي، ويحتفظ هذا الفن بشعبية كبيرة في عالم الحرف اليدوية، ويستمر في جذب الأفراد من مختلف الأعمار والثقافات، مما يجعله جزء مهم من التراث الثقافي العالمي. أكيد، وللحديث حول هذا الموضوع مشاهدينا يسعدنا أن تكون معنا في الاستديو الأستاذة معصومة سعيد المتروك، صاحبة مشروع في الكروشيه. صباحك الله بالخير أستاذة. أهلا وسهلا حبيبتي، نورتينا. الله يسلمكم، بهذا نور نوركم حبيبتي. الله يحفظك. يعني إحنا مستانسين على هذا الجمال اللي موجود عندنا في الاستديو، وأكيد المصورين راح يركزون بلقطاتهم على الجمال اللي موجود عندنا في الاستديو. لكن لو نسولف شوي ونتكلم نتكلم عن فن الكروشيه والمشروع اللي تقومين فيه، ومتى بديتي وانطلقتي فيه؟ اولا انا هذه تويل يعني صار لي بس كم سنه، يعني الحين من 2015 اني بسم الله عليش كنت يعني مريضه، بسم الله عندي الأذي، فكنت يعني اكون وحيده بروحي، لان على اساس تعرفين مناعتي كنت ضعيفه وما حد يقدر كله يكون وياي يعني. فقالت لي اختي خلني اعلم الشيء، انت قاعدين تستفيدين منه يعني، وتسلين روحك بدل ما تكونين قاعده كذي يعني بالضبط، او تستملين او شيء. فقامت جابت لي الخيوط وجابت لي السناره وعلمتني، ومنها يعني صار عندي شغف، صار عندي يعني حب استطلاع، ابي اطالع، ابي اشوف، ابي اتعلم كل شيء في الكروشيه. فقمت يعني ان اشتغل واجد يعني، سويت شالات، سويت ثرو، سويت يعني دمى، بالاضافه لان قعدت اسوي
أدمج القماش بالكروشيه، فكنت يعني أسوي يعني خليط، أسوي الكروشيه مع الخرز، فيعني كنت دائما كل مرة أبتكر لي شيء، كل مرة أسوي لي شيء على أساس إنه أحب إنني ما أكون قاعدة كذي. ما شاء الله. يعني على طول في البيت يعني كل حاملة هذه، وكل مكان كل زاوية تشوفين أغراضي. فعندي مخلية لي غرفة يعني خاصة للأشغال اليدوية والخياطة وهذا. بس مع هذا بعد تعرس في كل مكان تروحين كل زاوية كل هذه تلاقين هاي هذا لأن في شغف في حب لهذا الفن، فن الكروشيه استاذه. لكن مثل ما قلتي تفضلتي ان انت تميتي تبتكرين امور جديده في فن الكروشيه، ومثل ما قاعدين احنا نشوف في الاستديو يعني شفنا الباقات يعني الورود مشاهدينا بالكروشيه مسويتها فنانتنا، وايضا الشناط والدمى. فحدثنا عن هذا التنوع، يعني هل في احد علمك ولا انت بروحك ابتكرتي؟ في اشياء انني ابتكرتها وفي اشياء لا، يعني انا لان كنت في نتاج خير البحرين اللي هي تابع للمؤسسه الملكيه. نعم. فواجد يعني انا كنت عندي دمى انني اسوي، بس انهم صقلوا لي موهبتي ما شاء الله. إيه بالإضافة إلى أن يعني صديقاتي بعد يعني إن كلهم فنانات، يعني كل واحدة فنانة في الشيء، فأني كل مرة يعني أنهل من هذين يعني الصديقات. عندي بعد يعني مثلا أنهم في نتاج يعني يبعثوننا إلى دورات ناخذ أشياء وهذا. فكنت أمس يعني بس اللي هي تلبيد الصوف، للأسف أنا ما جبت اللي سويتها يعني أمس، كلش يعني بعد شيء روعة صراحة. جميل. إي يعني أنا هاي توي تعلمته، فإن شاء الله بعد أقعد أبدع فيه وهذا أسوي فيه أشياء. إن شاء الله ونيبك عندنا وتسوينا لنا على الهواء. إن شاء الله. طيب إحنا نبي نتكلم عن الجمهور. أكيد أنت شاركتي في بعض الأمور دوم أنت كنتي مع نتاج وما زلتي مع نتاج. نبي نتكلم عن الجمهور، الناس اللي تشوف الشغلات اللي تقومين فيها، شنو انطباعهم، ردات فعلهم؟ أنا طبعاً ترى في جمعية إكسبون 379. نعم. بعد الأستاذ محمد يعني ما يقصر أنه يعني أي معرض يصير أنه يخلينا نروح نعرض اللي هي منتجاتنا. فآخر شيء أنا الحين كنت في اليوم الوطني لجمهورية بنغلاديش، فكنا احنا هناك، فجل وزير العمل ويعني كبار الشخصيات كانوا موجودين، فكانوا كل واحد يقول لي زين ليش ما تروحين تعرضين هاي منتجاتك في مكان بحيث ان انت يعني تستفيدين. بالضبط. اي فكانوا يثنون على يعني الشغل مالي وهذا. فأني إن شاء الله يعني أفكر، بس يعني هو شوية ماديا يعني إنه يبلي إنه هدي، فإن شاء الله تتيسر الأمور بإذن الله، وإن شاء الله أسوي لي معرض خاص بفيني ويكون يعني للجمهور، لكل الجمهور، ممكن أعلم فيه حتى الصغيرات. فيعني أنا واجد يعني أستمتع لما أشوف الصغيرات إنه يتعلمون. أنا عندي حفيداتي فأقعد أعلمهم، فيعني واجد أشوف الفرحة والبسمة في هذه لما يعرفون يسوون شيء غرزة، شيء صغير، ينتجون شيء صغير، فيعني كانت فرحتهم جدا كبيرة يعني. فأني علشان كذي أنا أحب يعني أنني أساعد، وأحب أنني يعني أعلم أي أحد أنه يحب أنه يتعلم، ويعني بابي مفتوح للكل يعني. أكيد بابك مفتوح للكل، وإحنا أيضا سعيدين بتواجدك معنا. لكن بنطلع فاصل أستاذة إذا تسمحين لنا، ونرجع إن شاء الله نواصل حديثنا وياك. إن شاء الله حبيب. نطلع فاصل مشاهدينا. We'll be right back.
أكيد رجعنا لكم مشاهدينا ونواصل حديثنا مع فنانتنا أكيد الغالية يعني أستاذة فن الكروشيه بحر، ومثل ما قلنا أنه يعني هناك أنواع كثيرة وأنماط كثيرة ودخلتي أمور في فن الكروشيه، لو كنا تحت الهواء أنا قاعدة أشوفك قاعدة تشتغلين وتسوين شيء، نبي نتكلم عن ذي الشيء اللي قاعدة تسوينه شنو وكيفية عمل هذا الشيء بالسنارة. بالسنارة هذه طبعا أنا بقوم بسوي حقيبة. نعم حقيبة يد يعني. حلو. فهذه الأجزاء مالتها إن عندي هاي بتكون الجانب وهاي الجانب الثاني قاعدة لازلت أشتغل تخلصينه. فيه وهذا بيكون اللي هي القاعدة مالتها وبعد بيحتاج إلى اللي هي اليد القبض مالتها. فهذه أشياء يعني من الأشياء البديهيات صارت الحين يعني إنني كل مرة أجرب طريقة معينة للحقائب، عندي كذا نوع من الحقائب، وفي عندي بعد يعني اللي هي أقومني بحياكة بعض الأكياس الأكياس حق المشي البلاستيك. إي من البلاستيك من ال هاي الصمات مال الفرش مال نعم الاكل مالت الاكل منها سويت اللي هي اكياس او حقائب او اللي هي بعد حتى اللي هي احنا نسميها قفه من قبل يعني اللي هي نفس باسكت يعني اللي هي باسكتات كله من هاي إعادة تدوير. حلو. إحنا نبيك تروينا شلون تسوين الحقيبة حالياً. إيه؟ نبي زوم إذا ما عليكم أمر شوي وبعدين تروينا الحقائب اللي سويتيها بإعادة التدوير. شرحي لنا أستاذة الطريقة. هي طبعاً اللي هي بتكون اللي هي جانبين. نعم. جانبين بتكون. هذه جانب وهذه جانب بيكون إياها بس بيكون بينهم اللي هي الفاصل هذا. اي نعم. اللي هي بتكون على أساس إنها بتكون بهالطريقه اللي هي بتصير يعني لتكمله الجانب الابيض. شرحي لنا الطريقه شلون تسوينه بالسناره. بالسناره انه يكون بشكل كذي سريع ان شاء الله. هو فن الكروشيه سهل لكن يبي له مهاره وتركيز. حلو. وبعد في نفس الوقت يعني شدة اليد مثل ما يقولون لأن هي بعد اللي تعطي للإنتاج يعني مثلا قيمته وجودة. كل ما أن أنتين يعني كنتين مركزة على هاي الإبرة مالت شوية الخيط. هذه يعني الطريقة مشاهدينا قاعدين نشوفها مثل ما قاعدين تشوفون على الشاشة هي الطريقة لحياكة الشنطة بالكروشيه. هذه الطريقة حركات دائرية تقوم فيها الأستاذة بالسنارة الخاصة أو الإبرة الخاصة لفن الكروشيه. طبعا تقومين بذي الطريقة بحركة دائرية لما توصلين للحجم اللي انت تبينه. لما حصل الحجم المطلوب. حلو. طيب احنا نبي تروينا إعادة التدوير اللي سويتيه من أكياس البلاستيك وسويتي شغلات حلوة أتوقع شناط. هذه طبعا تشوفي هذه من هاي الفراش الصمات هاي مالت الاكل. اي نعم. انا سويته يعني تفرينها بس تفرينها لان فيها ورده. فيها ورده. فيها سويتها كيس بحيث انه يعني سهل الاستخدام وممكن انه مثلا ان انت حتى للاطفال مثلا تحط فيه الايباد مالها حق الاطفال حق المدارس حق المدارس حق الجامعه او حق انت مثلا اني لين ساعات مثلا اروح عندي موعد مستشفى او عندي مكان يعني مثلا وابي اقضي وقتي احمل كله دائما اللي هي سنارتي والذي فاخلي اغراضي في داخلها يعني. الله الله. فهذه شكل هذه بعد شكل اخر هذه
فهذه تبين زيادة مالت بالأكياس. اي بالضبط بالضبط بالأكياس. طيب في شال مساعة ذكرتي ان انت ضفتي الخرز على الكروشيه اللي تقومين فيه، وهذا الشال فيه خرز ايضا، روي لنا وروي السادة المشاهدين تفاصيله. هذه شوفي هذه اني ضفت الخرز على الكروشيه على اساس انني اعطيه جانب بعد تميز، جانب اللي هي جمالي يصير بالضبط. اكثر فسويته بهذه الطريقه يعني. هذه عندي بعد اللي هي هذه الدميه. الله. سويتها من يعني مشترك بين الكروشيه وبين القماش. فعلى اساس انها تكون يعني ان الاثنين يعني، بس للاسف يعني حفيدتي شويه يعني بهدلتها، لكن عليها بالعافيه. الله يعافيك. وعندي بعد يعني اللي هي هذه بعد كلهم موريو. موريو حلو الموريو. ماريو. وعندي بعد غير هذه الورود. روي لنا الباقات استاذه، يعني شيء مبتكر وجميل يعني. هذه اتوقع نبته اللافندر. اللافندر مسويتها بالوان مختلفه. الوان مختلفه على اساس ما شاء الله وايد حلو. حذينا عن الناس لما تشوف الورود، خصوصا انه شيء مبتكر يعني وجميل، مثلا حتى لو احد يبي يهدي باقه يقدر يهدي باقه بالكروشيه، وتتم الباقة فترة طويلة وطول العمر ما تخترب يعني. شيء الذكرى تتم عزيزة ولفترة طويلة. حدثينا عن هذا الموضوع. هاي طبعا الورود يعني هاي بعد سويتها لحفيدتي، بعد لنا شوية بهدلتها، بس إن الورود طبعا يعني إن بعد صار لين عندنا هذه الحين جانب ان احنا قاعدين متجهين اليه يعني. ففي نتاج قعدوا يدربونا على هاي الورود، واني قمت يعني واجد انني احب انني اشكل واسوي واتعلم اكثر. فيعني الفضل لله سبحانه وتعالى، ولا يعني نتاج واجد قاعدين يصقلوننا في اشياء واجد يعني. هذه فالورد صديقتي أنا يعني أقول لهم أني لا تحدوني الورد يعني، لأن أحد بيجيب لي شيء لا يجيب لي ورد. يقولون ليش يعني، إن مع أن الكل يحب الورد ويحب الذي، أقول له أني أحبه بس تاني بعدين أني يعني يكسر خاطري لما أشوفه ميت يعني. فأقول لهم داب تجيبون لي أي شيء بس ورد لا تجيبون لي يعني، لأن صدق فعلا يكسر خاطري يعني. هذه فمن علمونا يعني، قالوا لنا يعني إن هاي يعني إن سووا هاي الورد وكذي، فأني صرت فعلا فعلا إن أني أبي أسوي الورد، ولما أجي أبي أروح لأهدي أي أحد أحب إنني أكون أهدي شيء من إيدي أني. فأحاول أنني أسوي ورد يعني، لأن في مناسبة ولا شيء، إن على أساس أنني أهديه لل يعني للصديقات أو للأخوات أو للأدي. شيء وايد حلو للي حاب انه هو مثلا يتعلم فن الكروشيه، او مثلا يطلب هذه الامور الجميله، شلون يقدر يتواصل معك؟ ممكن يطلبونا على الرقم يتواصلون وياي اللي هو 373-4494. فهذه ممكن يتواصلون معي. ممكن تردين تعيدينه؟ 373-4494. ان شاء الله اكيد للي حاب انه هو يعلم عياله في عطله الصيف يقدرون انهم يستفيدون من العطله. مشاهدينا تقدرون تعلمون عيالكم فن الكروشيه، تقدرون تتواصلون مع استاذتنا وفنانتنا تقدر تعلم عيالكم فن الكروشيه. احنا جدا سعيدين بتواجدك اليوم معنا، وفعلا منتجات جدا جميله، الله يوفقك. واني اسعد واجد، وشكرا لكم
والله يديمكم إن شاء الله يا رب العالمين على هالبرامج الجميلة اللي يعني تفيد المجتمع يعني وترقيهم يعني في أشياء واجد يعني. أكيد هذا واجبنا. شكرا لكم وعساكم على القوة إن شاء الله يا رب. واجبنا أستاذة وأنتي تستاهلين. الله يسلمكم. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا حبيبي. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا بكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، كانت حلقة مميزة بتميز ضيوفها اللي نورونا ونوروا استديو شمس البحرين. ألقاكم إن شاء الله على خير. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.